السلام عليكم ومرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا قاعدين تتابعونا في برنامج دوري الفرجان، البرنامج الرياضي الشبابي طبعا اللي يهتم في اظهار مواهب الشباب الرياضيه. نطلع عليكم مشاهدينا من اماره الشارجه عشان نشوف مين من الفرق المشاركه اللي راح تتاهل لدوري ال16. الفرق اللي راح تتبارى معانا اليوم هي فرجان 3 راح يلعب ضد الخان، بطولة تايم راح يلعب ضد الامبراطور، البرسا راح يلعب ضد ريال مدريد، والمريجة راح يلعب ضد الملك. مشاهدينا قبل ما ننتقل معاكم ونشوف احلى اللحظات عن المباراه الاولى راح تكون معانا لليوم، خلونا نتعرف عن اول فريقين راح يلعبون معانا اليوم اللي هم فريق الفرجان 3 اللي راح يلعب ضد الخان. خلونا نشوف. تمرنت اليوم عشان هالبطوله، ان شاء الله نشوف اول مباراه اليوم، الله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله والله شباب يلعبون، ان شاء الله نحاول نفوز بهالمباراه ونستمر في البطوله. لا ما متوقع النتيجه، انا بس يعني نلعب نادي ان شاء الله، بنادي ونفوز ان شاء الله. معنويات عاليه وجهزنا الفريق، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. فريقنا اسمه فريق الخان، من شعبية الخان في الشارجة، الاسم محمد فضل السويدي. والله تبو صراحة مستعدين لكن مش استعداد كامل، لأن البطولة مفاجئين فيها، الحمد لله على كل حال. صح الشباب كلهم ولا واحد، اللي جاي من بانكوك واللي جاي أنا ماخذ ماضي وضارب ببر وجاي، ولا واحد مستعد صراحة، بس احنا بنلعب كل يوم في الفريق. بيشوف بالساعة بتاعته على طول، بيصفر ساعة على طول، أول كرة كده لكن على طول الحارس. البطولة الشاطئية في الرملية قانون غير عن قانون الملعب الكبير، الحشيش تتلعب في 18، الحكم على طول بيصفر. هنشوف خالد مال الله بيديها فاول اشتراك مع الحارس، على طول فاول وتتلعب على طول، وبيحاول يشوت لكن على طول تتخلص، لكن على طول الحارس اللي هو عادل تتلعب كورنر، واحد على واحد في 18، علاء يا سلام عليك يا رقم 6، أول هدف لفريق الخان، رقم 6، جمعة عبد الله، 1-0، 1-0 لصالح فريق الخان، واللي جاب الجول طبعًا جمعة عبد الله رقم 6، وتتلعب على طول، رقم 5 بيحاول يشيل الكرة، يحاول تعويضه، خطرة، يا سلام عليك، ومين اللي يجيب الجول؟ رقم 6 مرة ثانية يجيب الجول لصالح فريق فرجان، والتعادل 1-1. واحد واحد، ما فيش حد احسن من حد، فريق طبعا فرجان عادل النتيجة مع فريق الخان، واحد واحد، وتتلعب على طول من رقم 8 18، يا سلام على الحارس، على طول بيخلص، تتلعب هجمة مرتدة ويحاول يعدي، لسه يا سلام، شوف الحارس بتعدي لكن يشيل على طول، ويتابع المدافع رقم 4 والكرة تطلع على طول كورنر اللي هو احمد، تتلعب على طول في ال 18، الدفاع على طول، خطرة، يا سلام على رقم 6، جمعة عبد الله يحرز الهدف الثاني، يعني شوف لعبها ازاي، و2-1 لصالح فريق الخان بعد ما كانت النتيجة، وفي دربكة الرملة على طول ما بيساعدش، الحكم ساب الكرة ويشوط على طول رقم 11 اللي هو حسين علي، ويشوط رقم 8 لكن الحارس على طول واقف في المكان، عادل جاسم محمد فضل يلعب الكرة وتتلعب، يا سلام، رقم 5 على طول يلعب جاسم ابراهيم يحرز الهدف الثالث، تكون النتيجة 3-1 لصالح فريق الخان، 3-1، اللي جاب الجول طبعا رقم 5 جاسم ابراهيم. مباراة قوية مشاهدينا بين فريق الخان والفرجان 3، الخان دخل الحين 3 اجوال، وشوف لطيف هيلعب الكرة ازاي، لطيف على الارض، يا سلام على الهدف، 3-2، 3-2، مباراة اهداف، المباراة دي فيها اهداف كثيرة، جول هنا وجول هنا، المباراة فيها أجوال كثيرة، جول هنا وجول هنا، توصل له حلوة رقم 6، جمعة يلعبها على طول لزميله اللي ورا، لسه في نص الملعب على طول، يخلص في النص،
ويطلع الدفاع كرة هنا وهنا يروح على طول قمعة داخل على طول قمعة ويعدي واحد على واحد لكن يشوت يستعجل وخطر خطر 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 لغاية دلوقتي الحكم لم يشهر أي بطاقة صفراء أو حمراء. يا سلام وهنشوف الحكم الدائم هدف خطأ قاتل 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 من الحارس طبعا اللي هو داخل بإيد واحدة طبعا بوكس من الحارس المرمى اللي أخطأ فيه وحط إيد واحدة وتتلعب على طول لكن على طول عادل واخد باله وهنشوف الحكم بيصفر على انتهاء الشوط الأول. انتهى مشاهدينا الشوط الأول بنتيجة 3-3 للفريقين. خلونا ناخذ بريك ونشوف الشوط الثاني شو بيسوون فيه. أنا رأيي إن إحنا نصلح أنفسنا ونصلح تصرفاتنا. ويبتدي الشوط الثاني. كرة في نص الملعب. وتطلع بقى طول عاوز يخلص كرة يمين وكرة يسار والحكم بيقول يلعب ورقم 7 ماشي وعشوت. يا السلام عليك يا رقم 7 وتصبح النتيجة 4-3 لصالح فريق فرجان. رقم 7 مروان يجيب الجول الرابع لفريقه. عدى كويس وشاط من ناحية اليسار ويمسك على طول عادل واقف في جوله ويلعب على طول هجمه مرتده لكن شوف الراجل هنا وخالي تعدي من خالي تعدي من خالي رقم 10 رقم وتشوت لكن الدفاع على طول بيخلص وهجوم. يا سلام. وهنا طبعا فريق فرجان بعد الهدف اللي جابه ابتدى يتنشط على فريق الخان وبيرجع على الكره سانجو بيخش عليه وبيجيبه سانجو وتتلعب على طول لفريق فرجان وبيهوش راكوس وبيلعبها حلوه لسانجو وسانجو لسه نازل ويمسك اول كره وتترد مره ثانيه وخطر خطر لو عدى خطر خطر. وهنشوف هنا ايه الحق على طول خالد مال الله كارت 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 اصفر لرقم 13 حقك علي انا غلطان فارس جاسم وكل اللعيبه في ال 18 ويصفر خالد مال الله ومين اللي هيشوط ويشوط الحارس لكن على طول تطلع وعلى طول رقم 4 بيكملها في ال 18. يا سلام عليك يا عادل. شو ايه تسوي هنا؟ بس تشوف وين بيتكم؟ بيتكم هنا وحليلك. كرة طبعا خطر الكرة اللي فاتت عدت بسلام المفروض يروح يصلي العصر ويدعي ان الحمد لله ما دخلت. الله اكبر الله اكبر. عادل تطلع على طول من عادل. يا سلام عليك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. رقم 9 رقم 9 رضا 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 بلال بيجيب الهدف كده وهو واقف وما فيش حد معاه ولا حد ماسكه ولا حد اي حاجه وعاوزين كده ان هم يعملوا حاجه وشوطه. يا سلام عليك يا عادل تطلع كورنر وهنشوف يعني شوف شوف هنا التعاتب بين سامي والمدافع يعني هنشوف طرد ولا هنشوف ايه طرد اصفر اللي هو بيتعاتب مع الحكم. شوف هنا بيهدي طبعا رقم 10 وبيصفر الحكم بطاقه صفراء مشاهدينا لاحد اللعيبه. كفاءه وحزم وشده نتيجه كبيره وتتلعب على طول. يا سلام. رقم 12 يحرز عيسى 4-3 رقم 12 5-4 من جزر القمر ممكن لاقي الجواز لسه وتتلعب على طول وخطره. يا سلام عليك وخطر خطر 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 خطر. يا سلام عليك يا عاد يا سلام عليك يا عاد. وشوف هنشوف الحكم بيديها فاول يلعب عادل على طول حارس ممتاز. جول يا خبر ابيض. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ايه الاجوال دي ايه الاجوال دي. الحارس فين ايديه الراجل فين الدفاع فين مع ان المدافع طويل يعني جول جول مش ممكن الجول ده وتتشط على طول. يا سلام لعب وفن وهندسه عشرك واضي مباراه واحده في خلال اقل من نص من ساعه من نص ساعة. رقم 9 ويصفر الحكم على انتهاء المباراة والشوط الثاني بنتيجة 6-4 لصالح فريق فرجان. فاز فريق فرجان 3 بنتيجة 6-4. 6 جوال دخلوا على الفريق الثاني. طبعا
شباب منو هدافكم؟ هدافنا حارس 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 عادل الحارس هو الهداف؟ يا عبدولين ما شاء الله عليكم يا عبدولين يعني الحارس هو يا عبدولين كيف؟ نقول ان توفيق من رب العالمين من رب العالمين شو تقولون حق الفرق الثانية؟ الله يحفظك توفيق ان شاء الله مباراة الجاية داشين ما شاء الله عليكم بقوة يعني ما مستواكم عالي مستعدين مستعدين حق البطولة اخذتوا الأول والثاني خلاص يعني 200 ألف حكم يعني إن شاء الله خلاص يعطيكم العافية شكرا الله يعافيك المباراة الأولى مشاهدينا شهدت الكثير من الأهداف بعد الفاصل هل راح نشوف مهرجان أهداف مشابهة؟ تريونا والحين مشاهدينا تابع معانا هالتقرير اللي مسوينا عن الفريقين اللي راح يلعبون الحين اللي هم بطولة تايم وفريق الإمبراطور ياسر كثيري فريق بطولة تايم والله أتوقع 3-2 لصالحنا إن شاء الله اللعيبة يدون نحن واثقين من الفريق يلا حياك والله الاستعدادات جيدة الحمد لله وتبشر بخير إن شاء الله نلعب ضد الفريق الأصفر والنتيجة بعد المباراة بقول لك والله ما في الكورة ما في توقعات إن شاء الله الفوز إن شاء الله كم النتيجة؟ فوق 5 نلتقي معاكم مشاهدينا للمباراة الثانية معانا لليوم بين فريق بطولة تايم والإمبراطور تتلعب على طول من فريق بطولة تايمي تتلعب على طول شايفين الدفاع آخر واحد رقم 3 اللي هو الرجل الأسمراني ده واقف كويس وشايفين بتتلعب على طول هو ماشي ويصفر على طول حكم رقم 3 بياخد اليمين وواحد على واحد وهيشوط على طول رقم 4 حسين أحمد وبيلعبها لكن اللي بتلعبها فين يا راجل لعبها برا وبيحاول يلعبها كويس يشيلها على طول رقم 7 على طول من رقم 7 والدفاع على طول بيتدخل وماشي وعلى طول علي 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 ماشي علي ماشي علي تلعب ماشي علي وماشي علي يا سلام عليك يا علي يا سلام عليك يا علي وعد علي وبوظت هدومي وغرقت الجاكيتة بالقميص بالفلنة بالشراب كله بيرجع على طول علي محمد اللي دايما بيحتفظ بالكرة بيأخر الكرة ورا ويشوت تتلعب على طول شوت رقم 3 يا سلام علي ومعايا طبعا علي محمد بيساعده وهنا على طول علي محمد بيحول فريق طبعا الامبراطور يا سلام عليك يا سلام يا سلام 1-0 جلال بن يعقوب بيجيب الجول الاول صراحة يعني هدف 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 عدى الرجل الكرة وعلى طول شاط على طول على يمين الحارس عشان تصبح النتيجة 1-0 لصالح الامبراطور والنتيجة مشاهدينا الحين 1-0 لصالح فريق الامبراطور رقم 5 يشوت شوت يشوت اي كرة على طول بيعتمد على الشوت وعاوز يعدي رقم 4 على طول داخل لكن تتلم من الكرة وهنا بيلعبوا ضغط واحد على واحد من نص الملعب 4 على طول بيلعبها تطلع على طول برا من رقم 3 اللي هو عامل ضغط سهيل سهيل على طول تتلعب منه ودخل علي ده مين ده اللي دخل رقم 6 داخل رقم 5 جمعة 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 ومسفر ومين اللي شاطها ده مين اللي شاطها خليفة سرور بيلعبها على طول رقم 4 على الاخر لعيب يا خبر ابيض على بن يعقوب يا مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن وتطلع الكرة هتشوف الحكم راشد السحلولة بيديها ايه
مسفر مسفر وداخل وبيرجع الحيطة وداخل مسفر وداخل مسفر داخل مسفر وترجع مرة تانية مسفر يخش على طول علي شوف داخل على الكرة ازاي علي يا سلام عليك بالجسم عاوز يقلب الكرة يا سلام عليك تطلع الكرة علي من منطقة ال 18 تروح على طول رقم 13 تلعب على طول من رقم 2 ويسرور على طول اخر لاعب طبعا وهنا شيل يا سلام على الشوطة من اللي هو علي عباس شاط طبعا كرة من بعيد لكن الحارس صحي له جدا يسيبها على طول علي محمد يصفر الحكم على انتهاء الشوط الاول بتقدم الامبراطور 1-0 الى هذا نلقاكم ان شاء الله في الشوط الثاني وصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول مشاهدينا بين فريق بطولة تايم والامبراطور بنتيجة 1-0 خليهم ياخذون بريك ونشوف شو راح يصير بعدين شوفوا ده مش رجوع ده تعديل تكتيكي انما استراتيجيات ما هتبقى هي هي على طول وبدا الشوط الثاني مشاهدينا بين البطوله ثالث شو اسم الفريق الثاني ايوه هم اثنين صح وعلى بركه الله يبتدي الشوط الثاني بين الفريقين تايمر والامبراطور اللي الشوط الاول انتهى بفوز بتقدم فريق الامبراطور 1-0 يروح على طول رقم 5 اللي هو الشيخ يطلع الكرة على طول الدفاع على طول يخلص وخطرة لكن على طول الحارس عباس في المكان المناسب وتتلعب على طول ويطلع الحارس لكن الدفاع على طول بيخلص وتطلع برا يا سلام عليك يا مسفر لكن على طول على القريبة فريق اللي برا تتلعب على طول وهوبا يا 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 الكرة دي جابها بصعوبة يعني كانت ممكن تعدي وتبقى هدف تتلعب على طول لرقم 9 على الكرة فوق احمد سالم وخطرة والحكم بيقول ايه هنشوف الحكم ما يقوله ايه خميس طبعا اتعرقل في مكان جيد جدا علي محمد المرة دي وجمعة وجلال بن مبارك ومن لها شوت ومن لها شوت وهنشوف من داخلها وهنشوف من اجدها وشوت يا السلام عليك الراجل ده يعني ملوش حال شطها ازاي خميس هو خميس اللي شطها هو اللي اتعرقل في الكرة دي وهو اللي شطها وتصبح النتيجة 2-0 لصالح الامبراطور 2-0 يعني موقف موقف لا يحسد عليه شو النتيجة؟ ايوه هم اثنين صح فريق الامبراطور شاطر الراجل شطها يعني على طول والحيطه من نص الحيطه اتحركت وتتلعب يا سلام ينط معاها الحارس اللي هو عباس ابراهيم سليم ابراهيم سليم ابراهيم سليم الدفاع على طول تخلص من خميس الخميس خميس 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 يا سلام على خميس يا راجل ده بيقول لك روح جيب جول رقم 10 اللي ضيع الكره دي خليفة سرور بيرفع على طول سرور على طول من سرور ما كنت متبع بس جول شوف الحركة اللي بيعملها شوف الراجل ده بيعمل ايه شوف الجول اللي جابه يا سلام عليك يا ابو صبرة جميلة دي يا ابو صبرة عامل زي اللاعب بتاع ساحل العاج ايه ده يا ابو صبرة الجول ده ايه عبد الله مبارك جاب هدف يعني بالشورت اللي هو لابسه ده مش ممكن هدف جميل جدا يعني عبد الله مبارك وعمل حركه اللي هي بتاعه الكراسينه بيغمي عينيه وبيعرج وبيشوف كورته حديد وبيصفر له الحكم حديد وداخل حديد مش ممكن مش ممكن مش ممكن وتتشاط على طول رقم 9 اللي هو مسفر وتطلع على طول بره ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الثاني مشاهدينا بفوز فريق الامبراطور بنتيجه 4-0 وخلكم معانا عسب نشوف من الفريق الثاني راح يلعب شعوركم لما فزت اليوم عادي عادي يعني اذا اخذت البطوله عادي ولا لا ناخذ البطوله غير بس عادي فريق حرام نفوز 4-0 المفروض اكثر زين شدوا حيلكم باكر ترى بتلعبون ان شاء الله قالوا لكم بتلعبون مع اي فريق ولا لا ما عندكم فكره يعني الفريق اللي تاهل قبلكم لاعب فريق قوي فاذا لعبتم انتم باكر بتكون مباراه قويه يعني فشدوا حيلكم ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق شباب حياكم مع السلامه
في الدوري الاسباني مشاهدينا فازت البرشا على ريال مدريد، قولكم منو راح يفوز؟ البرشا ولا ريال مدريد؟ بس عندنا في دوري الفتاة